لو انا عايز اعمل بابلش لعدد كبير من اللوح مرة واحدة، فعايز احط شوية لوح هنا في البابلش هنا، فادوس رايت كليك اورجنايزر. ده بيديني ان انا انقل بعض اللوح من البروجكت ماب للفيو ماب لللايوت اوت بوكس للبابلشر ست. انا هاجي ببساطة اقول له هنا انا عايز اللوح ديت، مثلا اختار اللوحة اللي انا عايزها وانقلها مثلا في اي حاجة. يعني مثلا اقول له مثلا دول انقلهم لي هنا، وممكن اعملهم فولدر واسميهم مثلا لاي اوت، يعني للتنظيم بس. ممكن اقول له انا عايز بعض الحاجات من لاي اوت مثلا دول، واي واحد فيهم ممكن اعلم عليها واقول له ما مصدرهمش. مثلا دي انا عايزها مثلا جي بي جي مش بي دي اف، انا عايز 3 دي ديت مثلا تبقى تخرج بقى امتداد، اختار الامتداد اللي انا عايزها. يعني ممكن اصدرها دي اكس اف، دي دبليو جي، اي اف سي، بي ام بي، جي اي اف، جي بي جي، زي ما انا عايز. بعد ما اخلص خالص بقول له بابلش، بيقول لي ماشي حدد انت عايز تعمل بابلش فين. ممكن اقول له اطبع او برود او سيف فايل، اقول له سيف فايل واقول له براوس واختار انا عايز اسيف الشغل ده فين. اوكي انا اخترت الفولدر دوت، اقول له اوكي بابلش، هيبدأ يعمل بابلش للوحة. ايه بدأ يعمل بابلش للصور هيت، والبي دي اف برضو موجود. فهي أداة فعالة وسريعة لتصدير اللوح، سواء انت عايزها اوتوكاد او صور او بي دي اف.